هيا نأكل الخضروات. باذنجان. جزر. طماطم. كرنب. بطاطس. خيار. ذرة. فاصوليا. ماذا اشترت أمك؟ اشترت أمي كيلو غراما من الكرنب ونصف كيلو غرام من الجزر وربع كيلو غرام من الفاصوليا. وماذا اشترى أخوك؟ اشترى أخي نصف كيلو غرام من الباذنجان وكيلو غرام من الخيار. اشترت أختي 4 كيلو غرامات من البطاطس. اشترى أخي 3 كيلو غرامات من الطماطم.